مشاهدينا، وللحديث أكثر عن انتشار ظاهرة المخدرات في العراق ينضم إلينا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. السلام عليكم دكتور هلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. تقارير كثيرة رسمية تشير إلى تنامي تعاطي وتجارة المخدرات في العراق بشكل غير مسبوق، إلى ما ترجعون انتشار هذه الظاهرة التي تتزايد في كل يوم في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله لنا ولكم السلامة ولبلدنا ولأهلنا في العراق. قضية المخدرات قضية مرتبطة بالمشروع الذي خطط بعد احتلال العراق مباشرة، والأدوات التي جلبتها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للعراق هي لتفتيت البلد، وأهم عنصر من عناصر التفتيت البلد طبعا بأشكاله المختلفة، ولكن هو عمليات التخريب الاجتماعي الذي يجب أن يكون سائدا في المجتمع. ونعلم أن إيران هي أحد أهم مرتكزات الاحتلال التي تغنو له في أي بلد هو تجارة المخدرات، ولن تتوانى عن هذا الأمر. هذا جانب. نعم. الجانب الآخر، الذين أتوا مع المحتل لن يكونوا إلا معاول هدم وتفريش في المجتمع العراقي على كل المستويات، وقضية تخدير الشباب واستهداف هذا العنصر الفاعل في حياة أي أمة وإبعاده عن المسار الحقيقي للحياة. نعم. وإلهائه في هذا الجانب هو هدف أساسي لهذه الكتل والأحزاب التي أتت إلى العراق. ولأنا حقيقة أعترض على كلمة الفشل الحكومي. نعم. لا توجد حكومة عندما يكون هناك رجل أمن في الشرطة، وهذه القصة معروفة بالبصرة، عندما اعتقل أحد مهربي المخدرات ماذا فعل به؟ أين هو الآن؟ إذن هناك نية مبيتة من قبل كل المشاركين في العملية السياسية، أحزابا وكتل وميليشيات وإلى آخره، في عملية تعاطي المال الحرام بأي طريقة، وأبسط طريقة هي عملية تهريب وتسهيل تهريب المخدرات. القضية أنه الآن عندما نسمع اعتقال شخص هنا وشخص هناك، هذه حقيقة للدعاية والإعلان. أما التجار الذين بحماية تقوم الدولة نفسها والميليشيات والعناصر الحكومية بحمايتهم وإدخال المخدرات وتوزيعها، نسمع حقيقة أنه عملية محاربة المخدرات تتم بالنية الصحيحة الصادقة التي لا يجب أن تأخذ شقين. الشق الأول هو الحزم في التعامل مع من يتعامل بالمخدرات كتجارة. نعم. وثانيا كيفية معالجة الكمية العدد الكبير من متعاطي المخدرات الذين أجبروا أو انساقوا في هذا الطرب وكيفية معالجتهم. إذن العملية ليست منفصلة ما بين الحزم القانوني والفساد الإداري والقضائي الذي يعم البلاد. وتلاحظون من فترة أخرى أن هناك عناصر من الذين يتم اعتقالهم بتهمة مخدرات تجده بعد أسبوع أو 10 أيام أو شهر وخارج السجن. إذن دكتور، هنا هذا يفسر عدم استطاعة العراق أن ينتهي ولو جزئيا من آفة المخدرات وتجارتها كما أعلن بعام 2023 الماضي، رغم كل الوعود التي قدمتها وقطعتها الحكومة داخليا وفي مؤتمرات خارجية بأنها ستقضي أو ستقوم باتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات. القضية أن الحكومة ليست جادة حقيقة، لا توجد جدية ولا توجد نية صادقة حقيقية في التعامل مع هذا المقطع. نحن نعرف أن العراق قبل 2003 يعتبر البلد الأنظف في العالم من ناحية المخدرات، هذا ليس دعاية لأحد وإنما هذه حقيقة ثابتة، لأنه الحزم في التعامل مع هذه الآفة كان واضحا جدا، ولا يوجد أحد فوق هذا، لا توجد لا حزب ولا سلطة ولا أشخاص فوق هذا القانون. نعم. الذي يؤثر عليه في هذا الجانب لا يرحم، لأنه الإفساد المجتمعي والفساد الذي ينتج عن تعاطي المخدرات ما نلاحظه الآن هو حقيقة هدف كان، وبالتالي
التهاون به هو عملية مشاركة فاعلة ودعم هنا مباشر. هنا على ذكر التهاون دكتور، هنا على ذكر التهاون بالتحديد وفي دقيقة، مع اتفاق العالم على تحول سوريا إلى إمبراطورية للمخدرات وتصنيعها على يد النظام، لماذا تصر حكومة السودان على التهاون في مسك المعابر الحدودية وعدم مراقبتها سواء كان مع سوريا أو مع إيران؟ الشريط الذي تملكه إيران بالعراق وبسوريا هو أهم من أهم معابر من معابر المخدرات التي تجارتها للعالم، وهذا واضح جدا. نعم. أنه النظام عندما سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لإيران بالتمدد من العراق إلى سوريا بهذه المسرحية الهزيلة وجعل العراق وسوريا معبر مهم للمخدرات، إذا الطرفين مشتركين بنفس الجريمة. نعم. وهذا ليس تهاونا، هذا تعاونا وليس تهاونا. نعم. هذا نعم. أنا ما أراه والله أعلم. نشكركم الشكر الجزيل الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور هلال الدليمي، شكرا لكم على هذه المداخلة.